توفيت امرأة وتركت أما وأختا شقيقة، فكيف توزع التركة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد حلمي عيسى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وحتى لا يحرم صاحب حق ويعطى من لا حق له كما كان يفعله أهل الجاهلية. وسبحان الله العظيم المالك لكل شيء، ومن ذلك المال الذي استخلفنا فيه وجعله ينتقل من يد إلى يد. قال عز من قائل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، من سورة الحديد. وسبحان الوارث الحي الذي لا يموت القائل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، من سورة مريم. والقائل: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، من سورة الحجر. وعلم الفرائض من أجل العلوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وتوزيع أي تركة يكون بعد تجهيز الميت من غير إسراف ولا تقتير، وبعد سداد الديون التي للبشر ولرب البشر، وبعد تنفيذ الوصية المشروعة إن كان هناك وصية. والمسألة التي معنا توزع كالآتي: للأم الثلث فرضا، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، من سورة النساء. وللأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، من سورة النساء. والباقي يرد إليهما بنسبة سهامهما، أي بنسبة 2 إلى 3، لأن المسألة أصلا من 6 للأم سهمان وللأخت 3، فتصير المسألة بعد الرد من 30 للأم 12 سهما وللأخت 18، وفي النهاية فالمعطي هو الله سبحانه وخزائنه ملأى لا تنفد. هذا وبالله التوفيق، وهو أعلى وأعلم.